السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شباب الصف الأول الثانوي، أهلا ومرحبا بكم، دمتم بخير جميعا وفي أحسن حال. طيب تعالوا يلا نحل مع بعض الإكزام موديل 2، نقول بسم الله وندخل في الموضوع على طول. بيقول لك إيه؟ هي الإيرث دي، الإيرث أتموسفير ريبريزنت إيه؟ يعني إيه الإيرث أتموسفير؟ أتموسفيرك بتاع الإيرث، أدي الأرض يا مستر، وإحنا عندنا الأتموسفيرك، أدي الإيرث أهيت، ده جزء من الأرض، والأتموسفيرك هنا بقى الغلاف بتاعها ماله؟ الغلاف ده عشان تعرف اي نوع سيستم يا شباب حاجتين ايه هم، قول لي ايه اللي هيحصل للماتر واسال نفسك، وايه اللي يحصل للانرجي. طيب انرجي احنا عندنا الفوتونز، والانرجي بتيجي من الصن تدخل جوه الارض، صح، هنقول ده بقى الاتموسفيريك اير اهو، ودي الايرث، هي دي الايرث، واضح واضح. هل الانرجي بتدخل؟ اه، وساعات بيكون في ايه، ساعات يا مستر بيكون في كويكبات، صح كده، اه، بتعمل ايه، او يبقى عندك مثلا نيزك، اي حاجه من الحاجات دي بت ايه بتبنتريت الاتموسفيريك اير وتوصل لحد الاير، صح ولا مش صح؟ هتقول لي صح. طب نفس الكلام، مش في الاي ار يا مستر بيحصل لها ان هي بتبنتريت الاتموسفيريك اير وزياده بيخرج بره؟ هتقول لي ايوه. طب الحاجه الثانيه، مش احنا في اقمار صناعيه بنطلعها من الارض تطلع فوق وتلف حوالين الايه الاوربتس بتاع الارض؟ هتقول لي مظبوط. لذلك الانرجي والماتر الاثنين كان بي اكستشينج من السيستم سراوندنج، سراوندنج سيستم اذن هيبقى ده كلوزد سيستم؟ لا طبعا اوبن سيستم، اي وان، لان الاثنين كان بي اكستشينج، مش ايزوليتد طبعا، ولا ايكوليبريم ايه، ولا ايكوليبريم سيستم. اللي بعده بيقول لك ايه، ويتش اوف ذا فولوينج انرجي دايجرامز ريبريزنت اندوثيرميك ري اكشن. اهو حضرتك اندوثيرميك، كل اللي انت عارفه ان الدلتا اتش في الاندو بوزيتيف. طب هي الدلتا اتش يا مستر ايكوال، هي تقول لي الاتش برودكت ماينس الاتش رياكتنت، ده معناه ايه؟ معناه ان عشان اخليها بوزيتيف هعلي البرودكت واقلل الرياكتنت، لان الرياكتنت بالنيجاتيف. يبقى انت لو هتعملها في الجراف الرياكتنت الاول تحت البرودكت فوق عشان عليت البرودكت، اذا هو ده الجراف بتاع الايه الاندوثيرميك. طب خد بالك ايه، يبقى انا عايز الرياكتنت تحت، الرياكتنت تحت معايا، الرياكتنت تحت معايا، فوق لا، فوق لا، مظبوط كده، مظبوط. طب مين في دول يا مستر؟ خد بالك ده الرياكتنت، ده البرودكت، وفعلا الفرق ما بين الرياكتنت والبرودكت هي الدلتا اتش، مظبوطه، هي دي الاجابه المظبوطه. طب دي يا مستر ما تنفعش ليه؟ لان يا حبيب قلبي الدلتا اتش من البرودكت للرياكتنت، هي القيمه دي بتاعت الدلتا اتش، وصلت؟ لان احنا قلنا اتش برودكت ماينس اتش رياكتنت هنا. طب هو ده ايه يا مستر؟ لا بص، دي الاكتيفيشن انرجي، الحته دي اسمها الاكتيفيشن انرجي، سيبك منها مش تبعنا دلوقتي. طيب يلا بينا نشوف اللي بعده، نصلي على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. تعالى نشوف بيقول لك ايه، بيقول لك النيتروجين داي اوكسيد ديكومبوزد اكوردنج تو ذا فولوينج ايكويشن، الثيرموكيميكال ايكويشن، ادي النيتروجين داي اوكسيد اتكون لنيتروجين اكسجين، وادي دلتا اتش نيجاتيف، معنى ان هي نيجاتيف، ده معناه ان هو اكزوثيرميك رياكشن. حلو الكلام، حلو الكلام. وات از ذا تشينج ان الانثالبي اوف ذا رياكشن اوف ده؟ خد بالك ايه، بمنتهى البساطه انا عايز هنا هاف ان 2 خلاص، يديني او 2 ويديني ان او 2. طيب رقم واحد ايه، الان 2 والاو 2 كانوا برودكت بقوا رياكتنت، يبقى مبدئيا هغير الساين، يبقى الاجابه بتاعتي عمرها ما تكون بالنيجاتيف، لازم تبقى بالبوزيتيف. يبقى مبدئيا استبعد ده واستبعد ده، يا ده يا ده، ده كده من الاول، اه ده كده بسم الله. طيب اللي بعده ايه، حضرتك تقدر تقول لي ايه اللي حصل في الكيميكال رياكشن ده؟ ال NO2 بقت كام؟ بقت واحده بس. طيب وال N2 بقت هاف وال O2 بقت واحده، ده معناه ان انا عملت الايكويشن كلها تايمز كام؟ تايمز هاف يا مستر، ضربتها كلها في هاف، اهو اضرب دي في هاف تطلع NO2، اهو NO2، اضرب دي في هاف تطلع هاف N2، اضرب دي في هاف تطلع O2، مظبوطه، يعني بقت بوزيتيف 66 تايمز هاف، يعني بوزيتيف 33، فين هي دي بقى؟ هي دي الصح ودي الغلط. وصلت؟ يلا اللي بعده، بيقول لك الفولوينج ايكويشن بتريبريزنت الرياكشن اوف ادينج الهيدروجين تو الايثيلين جاز. انا هضيف الهيدروجين لمين؟ للايثيلين جاز، اهو ضفنا الهيدروجين للايثيلين يعمل بريكنج للبوند ديت ويدي اتش 2 اتش 6 سي 2 اتش 6 اسف. حلو، وات از ذا فاليو في الدلتا اتش اوف ذيس رياكشن؟ بص يا معلم، الفاليو بتاعت الدلتا اتش، اه ده هو مديني افريج بوند ايه انرجي، يبقى تكتب لي اول قانون يا مستر. مين اول قانون يا اولاد؟ اهو تعال نجيب ورقه قوانينك اهي، وادي اول قانون عندنا يا مستر. اي سؤال عن الافريج بوند انرجي، القانون اللي هنستخدمه ده هتكتب كده الدلتا اتش الابزوربد انرجي ديورنج البريكنج بوند بتاعت مين؟ الرياكتنت، وهتبقى بوزيتيف مع بلس ريليز دي انرجي ديورنج الفورميشن بوند بتاع البرودكت، خلاص، ودي تبقى النيجاتيف. لازم تكتب ده، لازم تكتبه، انا هعتبر نفسي ان انا كتبته واكمل. يلا ايه الخطوه الثانيه؟ تحول لي دي كلها الاستراكشر، اللي يعني تقول لي ادي سي دبل بوند سي هنا اتش 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 اتش،
ادي اتش اي، ادي اتش اي، ادي اتش اي، ادي اتش اي بلس اتش بوند اتش. ده الايه؟ ده الرياكتنت. طب البرودكت ادي سي بوند سي، وهنا 6 يتوزعوا، هنا 3 وهنا 3، لان كل كربونه انا قلت لك بيبقى حواليها كام بوند؟ حواليها 4 بوند اهو. هنا اتش اي، ادي اتش اي، اتش اي، اتش اي، اتش اي، اتش اي. يلا نشتغل الرياكتنت لوحده، بعد كده نشتغل البرودكت. يلا نحسب الرياكتنت كام سي اتش؟ 1 2 3 4. يبقى انا عندي 4 من النوع سي بوند اتش بلس. ايه اللي ناقص؟ ادي سي دبل بوند سي، يبقى سي دبل بوند سي يا مستر. مجموعهم 1 2 3 4 5 زي ما قلت لك، صح ولا مش صح؟ صح. ادي 4 1 5 مظبوطين. يلا بلس اتش بوند اتش اهو. كده احنا جبنا الرياكتنت. تعال نجيب البرودكت تحتها هنا عشان نحسب كل واحده تحت الثانيه. البرودكت بقى يا مستر مالها؟ عندي كام سي اتش؟ 1 2 3 4 5 6. يبقى انا عندي 6 بوند من السي اتش بلس كم واحده سي بوند سي؟ 1. يبقى سي بوند سي. خد بالك دي سنجل بوند، دي دبل بوند، الاثنين موجودين. لازم تلاقي التو فاليوز عندك اهو، السنجل والدبل. اتفقنا؟ طيب اللي ناقص دلوقتي نعوض. يلا نعوض. يبقى نقول هنا 4 يا مستر تايمز السي اتش بكام؟ 410 بلس السي دبل بوند 610 بلس الاتش بوند سنجل بوند اتش 436. ده كده رقم. يلا نحسب اللي تحته. 6 تايمز السي اتش بكام؟ 410. بس هنا اعمل ماينس كده قبلها عشان ما تنساش. وقلت هي دي اللي بتلخبطك، هي دي دايما اللي بتلخبطك، اللي هي ايه؟ اللي هي مستر ان الريليز دي انرجي ديورنج الفورميشن بوند بتاعت البرودكت بين نيجاتيف. وصلت؟ طيب بلس سي سنجل بوند بي سي، يبقى سي 350 بس كده اهو. دول كده اعمل ده واجمع ده واجمعهم، هو دي الدلتا اتش. يلا نحسب. نفتح براكت 4 تايمز 410 بلس 610 بلس 436. طلعوا كام يا مستر؟ طلعوا بالرقم ده. تعالى نكتبها في الحته الفاضيه اللي هنا دي 2686 ماينس، عشان بقى ايه ما ننساش الماينس. نعمل الثانيه 6 تايمز 410 بلس 350. ايه 350؟ طلع ب 2810. يبقى نقول كده 2686 ماينس الانس هيطلع بنيجاتيف 124. نيجاتيف 124 بي يا مستر، هي دي الرايت اتش وايز. وصلت اللعبه؟ خلاص كده. يلا بينا سؤالنا اللي بعد. يلا يا مستر. بيقول لك الاوبوزيت فيجر ده ماله؟ بيقول لك اون ديزولفنج الكاستيك بوتاش. الكاستيك بوتاش دي اللي هي الكي او اتش، دي الكاستيك بوتاش ان الووتر. طب خد بالك دي لما تعمل لها ديزولف في الووتر ده اكزوثيرميك ري اكشن، وهلاقي التمبريتشر حصل لها رايزنج في التمبريتشر. وصلت؟ فبيقول لي ايه بقى؟ ذا ريدنج اوف الثيرموميتر رايزز. طبعا ذيس مين داز ان البروسيس مالها زي ما لسه ما قايل لك، ده اكزو ثيرميك رياكشن. ده اكزو ايه؟ اكزو ثيرميك رياكشن. اشمعنى؟ ما هو طالما قال لي حصل رايزز في التمبريتشر اذا ده اكزو، يبقى اكزو اكزو. طب الاكزو الدلتا اتش بتاعته مالها؟ نيجاتيف وليس بوزيتيف، يبقى هي دي الرايت تشويس. دي يقول لها باي 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 باي. وصلت كده؟ خلاص واحده واحده كده تلاقي ان شاء الله امورك زي الفل. اللي بعده بيقول لك فروم ذا فولوينج تو ثيرموكيميكال ايكويشن. ادي الاولانيه وادي الثانيه، دي الدلتا اتش 1 دلتا اتش 2. وات از ذا تشينج؟ دي طبعا هيس از لو، والجزء ده ملغي، ده للاطلاع مش هنتسال فيه لان ده بتاع هيس از لو، ان انا اجيب الكيميكال رياكشن ده على اكتر من ستيب. خلاص كده؟ طيب اللي بعده ذا نيوكليس اوف ان ايزوتوبز اوف الثوريوم كونتين 90 بروتونز. اهو ادي الثوريوم 90 بروتونز، دي معنى الجمله دي. وات از ذا بروبابل سيمبل؟ ادي البروبابل سيمبل، يبقى تحت لازم 90. هل ده 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 كلهم عك؟ هي دي الاجابه الصح بمجرد النظر. على فكره النيوكلير كيمستري من اسهل ما يكون، بس لو فهمتها صح. خلاص؟ طيب وان شاء الله في الريفيجن اللي معمول لك هتلاقي الامور زي الفل باذن الله. طيب according to the relation between the mass and the energy as defined by Einstein, what is the value of the mass which can be converted to قد كده جول؟ هقول لك تعالى انت عايز ايه؟ للريليشن اللي ما بين الماس والانرجي. ايه الريليشن؟ والله لما كانت بالجول كان ايه الكلام؟ كان الكلام على ماس بالكيلو جرام اهو. يبقى انا عندي دلوقتي يا مستر، انت عندك الانرجي ايكوال الماس تايمز سي سكوير. حصل ولا ما حصلش؟ تقول لي حصل. يبقى الانرجي ايكوال ماس تايمز سي سكوير. امتى؟ لما دي بالكيلو جرام، ده يبقى بالايه؟ بالجول. والسي سكوير كلنا عارفينها 3 تايمز 10 باور 8 سكوير. بص يا معلم، ادي ورقه قوانينك برضه. مالها يا مستر؟ هتقلب هتلاقي الصفحة دي. خلاص مالها بقى؟ أهو أنت عندك إنرجي بالجول. عندي إيه يا مستر؟ إنرجي بالجول. أنا عايز أحولها لماس بالكيلو جرام، يعني تحويلة مباشرة. وأنا نازل بعمل إيه؟ بعمل ديفايد. ديفايد كام؟ 3 تايمز 10 باور 8 سكوير. وصلت اللعبة؟ وبناءً عليه حضرتك تاخد الرقم ده
خلاص تايمز 10 باور نيجاتيف 10 اوفر افتح ولا مش مهم لا براكت لازم 3 تايمز 10 باور 8 الكل لا ان باور 8 انزل تحت كده الكل سكوير كام يا مستر طلعت 1.7 تايمز 10 باور نيجاتيف 27 يبقى 1.7 تايمز 10 باور نيجاتيف 27 كيلو جرام اذا هي اول واحده نفس الاجابه بالظبط اللي احنا شفناها يا مستر طيب عظيم اللي بعده بيقول لك ميني نيوكلير رياكشن تيك بليس ان ذا نيوكلير رياكتورز ده حقيقي وبيكون نيوكلير فيشن كمان among them is the reaction represented by the equation اهو ادي الكادميوم ده هيفي نيوكلياي هنعمل لها بومبارد بنيوترون خلاص ايه اللي حصل اديتني كادميوم بلس الان بس هو ده هنا ايه بقى هو بيقول لي نيوكلير رياكشن تيك بليس ان ذا نيوكلير رياكتورز طيب ماشي لو هو اللي جايبه ماشي لو انا هكتبه انا قلت لك هتعمل فيه ايه لازم يعمل فيشن لتو فريجمنت ويا اما يا 2 يا 3 نيوترون بلس هيوج اماونت اوف الانرجي وضحت طب تعالى هو عادي يعني هو بيقول لك نيوكلير رياكتورز ده نيوكلير رياكشن عادي جدا يعني انا من وجهه نظري ما كناش نحط دي دلوقتي بس ما علينا اضرب النيوترون في الكادميوم اجمع الاثنين اللي تحت طلعوا 48 وهنا كام 0 اذا مجموع الاثنين دول يكون 48 وهنا 0 طب يلا 113 بلس 1 يبقى 114 وهنا 114 يبقى ده كمان ايه 0 ايه اللي حصل جاما يعني ايه جاما زيرو ماس زيرو تشارج هاف نو ماس نو تشارج عشان انا بتكلم على تحت نو ماس مين مفيش غيرها يبقى ايه اللي حصل اميشن جاما وصلت اللعبه وبناء عليه يبقى الرايت تشويز هي دي يلا اللي بعده بيقول لك ايه صلى على النبي عليه افضل الصلاه والسلام ات از نون ذات ان الجازز ار باد الكتريك كوندكتور ده طبيعي الا لما بنحطها اندر سيرتين كونديشن الكلام ده ان شاء الله هنعرفه في ثانيه ثانوي بالتفصيل Which of the following had the highest ability to make the gases to conduct the electricity? يعني مين في دول عنده the highest ability عشان to conduct the electricity؟ هي الالكتريك الالكتريستي عبارة عن ايه؟ الالكتريستي يا مستر عبارة عن negative charge اللي هي flow of negative A negative charge صح ولا من صح هتقولي صح هو عايز ايه بقى؟ مين في دول هيكون عنده الـ highest ability to make the gases to conduct make the gases دي دي بروبرتي عشان تخلي الجازز تتحول لايونز ليه؟ ما هو ايونز يعني بوزيتيف نيجاتيف مين اعلى ability to ionize the medium انت خدت بالك الاجابه فين؟ to make the gases to conduct the electricity يعني كمان مش في حته ان الالكتريستي نيجاتيف تشارج فحضرتك تيجي تختار بيتا لا 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 غلط 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 انا بقول لك مين في دول عنده الابيليتي ان يخلي الجازز تو كوندكت طب الجازز امتى كوندكت لما تبقى بوزيتيف نيجاتيف بوزيتيف نيجاتيف معناها ايونز لان الالكتريستي عباره عن بوزيتيف نيجاتيف وصلت اللعبه وبناء على مين يا مستر اعلى انا قلت لك كده دايما واحنا شغالين قلت لك ايه قلت لك الايونيزيشن عكس البينيتريشن وصلت ما تنساهاش بقى اللي بعده which of the following be represent the relation between the half life time and the decay time of 3 over 4 من الاوريجينال اماونت اوف النيوكليي اوف الراديو اكتيف اليمنت حلو جدا هو عايز ايه الريليشن ما بين الهاف لايف تايم اللي هو التي هاف اند الديكين ايه تايم اللي هو التي توتال تايم اوف 3 اوفر 4 من الاوريجينال اماونت خلاص كده طب عشان نشوف الاوريجينال اماونت يا مستر احنا عايزين نعرف كم مره حصل ايه كم مره حصل ديكي يلا بينا نحسبها طب يا مستر عشان نجيب النمبر اوف الديكي هعمل ايه بص يا معلم مش انت عندك الهاف لايف تايم هتقول لي حصل قد كده حصل له ايه ديكيد من الاوريجينال طالما 3 اوفر 4 انا قلت لك يبقى هتبدا ب 1 يلا 1 بعد الديكي الاول ايه اللي هيحصل اضربها في هاف بقت بهاف طيب بعد الديكي الثاني ايه اللي حصل هتبقى كوارتر حلو قوي مش انا حصل 3 اوفر 4 اهو بص بقى 1 ماينس 3 اوفر 4 ده 3 اوفر 4 ده معناه ايه معناه ده الريميننج معناه ده ايه الريميننج ادي الريميننج اهو يا مستر ده ريميننج وده الاوريجينال لو انا طرحت الاوريجينال من الاوريجينال يديني 3 اوفر 4 ايه الديكي يبقى انا حصل كم مره تحلل يبقى دي هنا ايكوال 2 ده معناه اذا اللي انا اعرفه يا مستر عن الهاف لايف تايم هو ده اللي انا اعرفه ما اعرفش حاجه ثانيه ايه هي اها الهاف لايف تايم ايكوال التوتال تايم اوف الديكي اللي هي التي وده الهاف لايف تايم ودي ايه النمبر اوف الديكي اللي هي النمبر اوف بيريود حصل ولا ما حصلش حصل وبناء عليه التي بكام خد بالك ايه التايم التوتال تايم ده التوتال تايم بتاع ال 3 اوفر 4 اللي حصل لهم ديكيد يعني ايه هو زمن الديكيد مش ده التوتال تايم بتاع الديكي اللي حصل فيه ان ثلاث ارباع الاوريجينال حصل له ديكي هتقول لي فاحنا هنسميها التي 3 اوفر 4 يعني ايه مستر تي 3 اوفر 4 ما هو بصيت هنا لقيته بيقول لي ايه التي 3 اوفر 4 والتي هاف التي هاف انا عارفها طب التي 3 اوفر 4 كانت مين ده التوتال تايم عشان ملوش فاليو فانا بحدده ده التايم بتاع ثلاث ارباع اللي حصل لهم ديكي خلاص وهنا دي التي هاف اوفر ال2 بس كده يبقى التي هاف
اهو ادي التي هاف ايكوال 1 اوفر 2 يبقى بهاف التي 3 ارباع، يعني الهاف لايف تايم بنص زمن الديكي بتاع التحلل الثلاث ارباع. فهمت اول حته؟ طيب تعالى يلا هات لي التي 3 اوفر 4 ايكوال كام؟ مش انت عايز التي 3 اوفر 4؟ اه اخلص من الهاف اضربها في 2، يبقى هنا 2 دي هنا 2 تايمز 1 ب 2، 2 تايمز هاف ب ايه ب 1، يبقى التي 3 ارباع ايكوال 2 من التي هاف 2 التي هاف. وده طبيعي جدا لما اقول لك التي هاف بنص التي 3 ارباع، يبقى التي 3 ارباع بكام؟ بدبل التي هاف. يعني فكر فيها كده لوحدها هتلاقيها مظبوطه. اذا يا ده الاجابه يا ده الاجابه اللي هي دي، حاجه من دول. طب بص بقى، احنا عندنا دلوقتي التي هاف ايكوال ايكوال ايه؟ ادي اهو دول الاجابتين. يبقى هل التي هاف ايكوال دبل التي 3 ارباع؟ لا ده التي هاف بالهاف، يبقى دي غلط. طب هل التي 3 ارباع اللي هي 3 اوفر 4 خلاص اهي ايكوال 2 التي هاف؟ اهو التي 3 اوفر 4 ايكوال 2 التي هاف، مظبوط. يبقى هي دي الرايت تشويس. اذا هل التي هاف ب 3؟ لا. هل التي 3 اوفر 4 ب 3 برضه؟ لا. هي دي الفكره بتاعتي. يا رب تكون الامور واضحه وبسيطه. بيقول اون بومباردنج، اون بومباردنج لما نيجي نكذب نيوكلس نواه اوف البورون 11، ادي البورون يا مستر، ادي البي 11 ده الايزوتوبز، يبقى ال 11 4. طب انت لو بصيت على البورون كله هنا عندك بكام؟ ب 5. خلاص يبقى هنا 5. يلا باي ان الفا بارتكل، يلا نعملها بومباردد بمين يا مستر؟ بالفا. فاكر انت النيوكلير ترانسفورميشن؟ هتقول لي اه. اول ما اضرب بالفا هو بيقول لك ايه بقى؟ ان نيوكلس اوف نيو اليمنت از فورمد ويز ريليزنج نيوترون. خلاص حضرتك هتطلع نيوترون هنا بمنتهى البساطه. اذا ايه اللي ينتج؟ هنا 2 بلس 5 7، 7 يعني النيتروجين 7. حتى لو انت ما تعرفوش اعمل اكس، اعمل اكس كده 7 وانت هتشوفه في الاختيارات هنا. اتفقنا؟ طيب دول كام؟ 11 بلس 4 15، شيل منهم 1 اتبقى لي 14، يبقى اتحول للنيتروجين 14. بص بقى يبقى فين الكلام ده؟ هل ده نيتروجين 14؟ لا. ها فين؟ لا ده بره اسف. هل ده نيتروجين 14؟ لا. وكمان دي الفا، هو عامل بروتون، دي الفا مظبوط، بس الالفا 24 22 لا. هل الفا 24؟ اه. بس كربون 16؟ لا ده طلع نيتروجين، يبقى اذا هي دي اهو 511 511 24 24. الاثنين دول مجموعهم 7، ادي 7 بلس 0 ب 7 اهو، والاثنين اللي فوق مجموعهم زي دول مظبوطه 100%. فهمت اللعبه؟ فكره المواضيع بسيطه جدا بفضل الله. Which of the following process represents the nuclear fission reaction؟ خد بالك فيشن يا ولاد انشطار. يعني يا مستر؟ يعني انا هعمل بومباردد لانستيبل نيوكلس، انستيبل بس هيفي، طالما فيشن هتحصل لها فيشن وتديني حاجتين، 2 فريجمنت اكس واي بلس يا 2 او 3 نيوترون بلس هيوج اماونت اوف انرجي. طب هنا بيقول لي ايه بقى؟ ركز معايا واحده واحده كده. بيقول لك نمبر اي يحصل ديس انتجريشن خلاص اوف ذا نيوكلس اوف البولونيوم اللي هي البي بي 4 تو ذا نيوكلس اوف البيزموت كذا. هل البولونيوم يتحول لبيزموت بس؟ لا انا قلت بيبقى عندي ايه؟ تو فريجمنت. خلاص هو بيقول لك ويتش اوف ذا فولوينج البروسيسز، او عايز البروسيسز اللي بتريبريزنت النيوكلير فيشن. اه يعني انا هجيب ديس انتجريشن نيوكلس تو نيوكلس اوف البيزموت؟ لا ده مش ديس انت، مش فيشن خالص، ده مش وضع، مش وضع فيشن خالص. طيب تعالى نعمل شوف ده بومباردنج النيوبتيوم اللي هو الاليمنت ده نيوكلس ويز النيوترون. اه في النيوكلير فيشن احنا بنعمل بومباردد بالنيوترون، مظبوط. طب هل كومباينيشن اوف الليثيوم معني؟ لا ما بيحصلش كومباينيشن، انا بعمل بومباردد بالنيوترونز فعلا، فدي كمان غلط. طب هل الرياكشن اوف التو نيوكلي اي اوف الديوترون تو فورم؟ لا ده لو التو نيوكلي اي من الديوترون ده معناه انا بعمل نيوكلير فيوجن وليس فيشن، فدي كمان غلط. اذا هي دي الرايت تشويس فعلا. وصلت؟ ان انا بعملها بومباردد بنيوترون، ودي هيفي اهي، هيفي ولا مش هيفي؟ هيفي. انستيبل ولا مش انستيبل؟ انستيبل. بص عدد النيوترونز قد ايه؟ خلاص؟ طيب يلا السؤال اللي بعده. نوينج ذات ادي الماس بتاعت البروتون، ادي الماس بتاعت النيوترون، ادي الماس بتاعت الفا، وات از ذا اماونت اوف الانرجي ريليزد فروم النيوكلير رياكشن ده؟ طيب خد بالك عشان نجيبه اه هنعمل ايه؟ هنجيب الماس بتاعت الرياكتانت، الماس بتاعت البرودكت، وتطرح الرياكتانت ماينس البرودكت، تجيب الماس ديفكت تعمله مالتبلاي كام؟ 931 اهو. عشان نجيب يا مستر هو هنا بقى مش بايندنج انرجي، هنا هنا زيها زي الفكره دي، ادي البايندنج انرجي اللي هي الاماونت اوف الانرجي، بس دي مش بايندنج، هو عايز الماس اللي بتريليز دي من الفيوجن، هيبقى الماس ديفكت تايمز 931. طب يلا هنعمل ايه؟ هتقول لي اهو 2 تايمز ماس البروتون الواحد 1.00728 بلس 2 تايمز ماس النيوترون 1.00866. حلو الكلام؟ حلو الكلام. طيب الهيليوم اللي هو الالفا هتبقى عباره عن 4.0039، مظبوط كده؟ مظبوط. بص بقى تعمل كده حضرتك، ادي ال 2 تايمز 1.00728 بلس 2 تايمز 1.00866
خلاص مش هما دول الاثنين؟ اه والايكوال دي الماس اللي هي البيفور الفيوجن ماينس الافتر. افتر بقى طلع بكام؟ 4.0039. اهو لازم تطرح الكبير من الصغير. هو ده الماس ديفكت. هو ده الايه يا مستر؟ الماس ديفكت. حضرتك تقوم جايب الماس ديفكت تايمز 931، هي دي الاماونت اوف ريليزد انرجي. يا رب تكون الامور وضحت وبقت زي الفل. يبقى 26.04. فين 26.04؟ اذا هي سي، يبقى سي هي الرايت تشويس. طيب عظيم جدا. يلا اخر سؤال عندك، بيقول لك الكوانتيتي اوف الهيت بروديوسد فروم الكومباشن اوف قد كده جرام من الجلوكوز. طيب يبقى انا عندي رقم واحد، ادي ماس بتاعه الجلوكوز ايكوال 1.3 جرام. حلو. اتس مولر ماس، ومديك كمان المولر ماس. يبقى خد بالك، مديك الماس بتاع الجلوكوز ومديك كمان المولر ماس، يبقى المولر ماس ايكوال 180. طيب ده معناه ان اقدر اجيب النمبر اوف مول بتاع الجلوكوز ايكوال الماس اوفر المولر، الماس اللي هي 1.3 اوفر المولر ماس 180. ده كده انا جبت النمبر اوف مول على طول بتاع مين؟ بتاع الجلوكوز. معلومتين واضحين. رايز ذا تمبريتشر اوف انون ماسز، اه ده بقى تسبب في رفع درجه حراره انون ماس من البيور ووتر. تمام؟ اوف البيور ووتر. طب البيور ووتر مديني باي قد كده، يبقى الدلتا تي بتاعت الووتر ايكوال 24.3 ديجري سيلسيوس. حلو. نوينج ذات ان الستاندرد هيت اوف كومباشن اوف الجلوكوز بكذا، خد بالك هو مديك الان بتاعت الجلوكوز ومديك كمان الدلتا اتش نوت سي بتاعت الجلوكوز عشان عندي مادتين، بكام؟ بنيجاتيف 2816. حلو الكلام؟ حلو الكلام. هو عايز ايه؟ عايز الماس بتاعت الووتر يوزد. طيب خد بالك ايه اللي انا اعرفه يا مستر؟ طالما هو عايز الماس مفيش غير الكيو بي. طب والكيو بي يا اولاد ايكوال ايه؟ هتقول لي هو الكيو بي ايكوال الام تايمز سي تايمز الدلتا تي. يبقى الكيو بي ايكوال الام تايمز سي تايمز الدلتا تي. مش انت عايز الماس بتاعت الميه؟ اه يبقى ايكوال الكيو بي اوفر السي في الدلتا تي. طب يلا نشوف ايه اللي احنا جبناه. هتقول لي اللي انت جبته ان السي 4.18 المفروض انت عارفها تايمز الدلتا تي، ومديها لك بكام؟ ب 24.3. طب الكيو بي ما عندكش، يبقى انا عايز احسب الكيو بي. وصلت؟ طب الكيو بي اجيبها بدلاله مين يا مستر؟ الجلوكوز. فهمت اللعبه كده؟ يبقى الكيو بي هجيبها بدلاله. طب الجلوكوز ازاي؟ ما هو ده الكميه اللي انت اتحرقت، ده الجرامات اللي اتحرقت اللي طلعت لك الكيو بي قد كده. طب اللي احنا عارفينه عن الستاندرد هيت اوف كومباشن يا مستر اهو، ان الدلتا اتش سي نوت سي ايكوال ايه؟ ماينس كيو بي اوفر الام. هو ده اللي هنستخدمه. عاملين كده ادي يا مستر الدلتا اتش نوت سي ايكوال ماينس الكيو بي اوفر الان. طب انا عايز اجيب ايه؟ انا عايز اجيب الكيو بي. يبقى الكيو بي ايكوال ايه؟ ماينس الدلتا اتش نوت سي تايمز الان. الان احنا حسبناها هنا اهو، حصل ولا ما حصلش اهو؟ مش انا قلت لك الان جبتها الاول؟ اه في الدلتا اتش ما هو مدهاني اهو. يبقى عاملين كده بقى نيجاتيف في نيجاتيف ببوزيتيف. خد بالك القانون هنا نيجاتيف والدلتا اتش هنا بالنيجاتيف، نيجاتيف نيجاتيف بوزيتيف. يبقى 2816 تايمز ال 1.3 ده الماس بتاع الجلوكوز اوفر كام يا مستر؟ اوفر يا معلم ال 180 مولر ماس. يديك كام يا معلم؟ دول يا مستر الكوانتيتي اوف ايه؟ دي الكيو بي، هي دي المفروض الكيو بي بتاعت الجلوكوز اهو. يبقى الكيو بي هنا ايكوال 20.33 كيلو جول، لان الميجرنج يونت خد بالك ايه؟ الميجرنج يونت بتاعت الكيو بي هنا بالكيلو جول. طب الدلتا اتش نوت سي بالكيلو جول بير مول. طب والان بالمول. اكتب بقى الكلام ده عندك، اكتب الكلام ده عندك خلاص. طيب خد بالك دي بالكيلو جول، انا بس بعوض هنا في الكيو بي بالجول مش بالكيلو جول. يبقى انا عايز احول من الكيلو جول الى الجول. من الكبير للصغير هعمل ملتبلاي 10 باور بوزيتيف 3. طلع بكام؟ طلع بالفاليو دي، هو ده الجول. يبقى هي دي الكيو بي. الكيو بي دي وانا عاملين كده ناخد بقى الكيو بي الانس اللي احنا جبناها زي ما جبتها كده اوفر كام؟ نعوض بقى هنا بقى 4.18 تايمز 24.3 يا مستر. طلعت بكام يا اولاد؟ طلعت الماس ب 200 ايه؟ هتقول لي 200 جرام. يبقى الماس ايكوال 200.22 ايه جرام. خد بالك لو انت خدت اللي هي الكيو بي الكيو خلاص ب رقمين بس هتلاقي الرقم ده قل معاك سيكا، يعني ممكن يطلع 199 بوينت كده. فاهم؟ فعادي كله صح مفيش مشاكل خلاص كده. وبكده بفضل الله نكون خلصنا الموديل اكزام الثاني، في انتظار ان شاء الله اللي بعده. شكرا، ربنا يوفقك يا رب. سلام عليكم.